في عام 15 2000 أطلق منتدى تمكين المرأة والشباب مبادرة سفراء السلام التي تعمل على دعم المجتمعات المحلية المتضررة من الصراع، وتأتي المرحلة الثالثة من مشروع سفراء السلام تحت شعار شركاء في الوطن شركاء في السلم ضمن برنامج أنت رائدة بالشراكة مع معهد صحافة الحرب والسلام وتعاون مؤسسة بندا للاستشارات ورعاية السفارة البريطانية. يهدف مشروع سفراء السلام إلى الإسهام في تعزيز أدوار النساء في عمليات السلام والأمن والمصالحة، وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الفئات في عمليات بناء السلم والأمن والمصالحة. ويركز المشروع على مساعدة المجتمع المحلي في التخفيف من حدة الصراع على المستوى المحلي. تكون مبادرات سلم في المناطق تخفيض التوتر من هذه المناطق التي قد حل بها النزاع والتي قد آلت لدمار شبه مؤثر في جميع الأسر والعائلات المقامة في هذه المناطق. وينتهج استراتيجية العمل من القاعدة المجتمعية، وتستمر مراحله للوصول إلى ربط كافة المستويات ببعض عبر توسيع دائرة المشاركة لكافة فئات المجتمع والسلطات والقيادات الوطنية. يسعى المشروع في هذه المرحلة إلى إيجاد مساحات آمنة للفاعلين المحليين بهدف تعزيز فهم أدوار النساء. وتم العمل من خلال أنشطة التدريب على توطيد التعاون على المستويات المحلية بين الفاعلين المحليين وبين النساء، وفتح قنوات التواصل مع أصحاب المصلحة من أجل تحسين الانسجام والتعاون في بناء السلام والأمن داخل المجتمعات المحلية، على دعم استمرارية المشروع ووضع ضمن أولوياتها بناء الثقة بين النساء والفاعلين المحليين وتوطيد بناء الشراكات في مجتمعاتهن المحلية. واستفاد من المشروع في هذه المرحلة من خلال 3 ورش تدريبية بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التشاورية والمتابعة والتقييم. 39 سيدة من النساء الناشطات من خلال التدريبات اللي كانت على 5 مراحل اكتسبنا عدة تقنيات، عملنا مبادرات سلام ودينا نشتغل عليها. 4 شبان، 3 من الأعيان ورجال المصالحة، 10 بلديات، و43 مجتمع محلي، وقد تم تغطيته إعلاميا من أكثر من 130 صحيفة وجريدة و6 وكالات أنباء تلفزيونية. النجاحات: إعلان ميثاق الشرف بين جماعات السلم المحلية في بعض المناطق من النساء والأعيان والشباب وممثلي كافة المجتمعات والفئات وممثل السلطات المحلية والرسمية للعمل معا لتطوير آليات إدارتهم لخلافاتهم وإطلاق مبادرات لبناء السلام والأمن والاستقرار. زي الشاب زي المرأة المتبش أنك أنت تكمل الحلقة بالكامل وكل واحد في مكانه. انخراط بعض المتدربات في لجان المصالحة والعمل مع الأعيان والمجالس البلدية وتبني تلك المجالس لبعض السفيرات داخل هياكل المصالحة في مناطقهم. بعد ما تم ترشيحي في المجلس الأعلى للمصالحة خضت تجربة وشاركت في أني أنا نكون داعية للسلام، والحمد لله رب العالمين كانت نتيجة مثمرة جدا. شكل المشروع منصة وتبادل الأفكار حول القضايا المؤثرة على الاستقرار ما بين السلطات المحلية والهياكل العاملة في قضايا السلام وأدوار النساء في المشاركة بحلها. تلقيت تدريبا ثم قمت بمبادرة وساطة بين طرفين أحدهما ولي الدم، ونجحت في التفاوض والتهدئة بينهما وقبل الأطراف التحاور والتفاوض وعودة السلام بينهما. وهناك مبادرة أخرى في نفس الإطار. رؤيتنا المستقبلية: سوف تركز المرحلة الرابعة للمشروع 19 2020 و2000 على الاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرقل السلم والاستقرار وتضر بعمليات بناء السلام عبر المسارات التالية. أولاً، توسيع فكرة القيادة التشاركية لعملية السلام مع توسيع الرقعة الجغرافية ودائرة المشاركة وإدماج فئات أخرى بالمشروع. ثانياً، متابعة المراحل السابقة ورعايتها وربط كافة جماعات السلم المحلية بشبكة جماعات السلم وباقي الشبكات المعنية بالمصالحة والسلام. ثالثاً، إنشاء منصة لسفراء السلام يتم فيها فحص أوضاع السلم والمصالحة وإطلاق مبادرات سلمية. وتحتاج المرحلة القادمة إلى فحص الموارد التي تتوقف على استراتيجية الشركاء واستمرارهم في دعم عمليات بناء السلام واستثمار نجاحات